موجز الأخبار من قناة الشروق، أهلا بكم. أعلن رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية مستشار رئيس دولة جنوب السودان رفع جلسات التفاوض لتستأنف في 26 من شهر ديسمبر الحالي. وقال غلواك إن رفع التفاوض جاء للاحتفال بأعياد الكريسماس، منوها لاستمرار تواجد الوفود المشاركة في المفاوضات بالعاصمة جوبا. وأكد غلواك أن هناك تقدما في المفاوضات في كل المسارات، وأن الوساطة حريصة على الوصول لاتفاق سلام. قال رئيس الوفد الحكومي المفاوض محمد حمدان دغلو إن السودان يمر حاليا بمنعطف يتطلب توحيد الجميع للعبور بالبلاد، مؤكدا أن الشعب السوداني سيكون هو الضامن للاتفاق المرتقب توقيعه مع حركات الكفاح المسلح بجوبا. وقال دغلو إن السلام قادم لا محالة. أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوق قرارا بإعفاء أمين عام جهاز تنظيم الشؤون السودانيين العاملين بالخارج وأمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ووكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وذلك فيما عين ضو البيض عبد الرحمن بدلا عنه. دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح الجماعات الإسلامية بالسودان إلى الالتزام بالمنهج الإسلامي القويم الذي يدعو إلى نبذ العنف والغلو والتطرف ومحاربة خطاب الكراهية. وقال مفرح إن الوزارة ستعمل على محاصرة الجماعات المتشددة بالحوار والتفاكر وتعميق روح التسامح الإنساني والديني وقبول واحترام التنوع الذي تفخر به البلاد. وقع السودان وجنوب السودان على تنبيذ الاتفاقية الخاصة بتصدير النفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة حتى مارس من العام 2022، كما اتفقا على سداد متبقي المبلغ الخاص بالتعويضات التي تدفعها جوبا للخرطوم البالغة نحو 600 مليون دولار، وسددت جوبا للخرطوم حتى الآن نحو 2.4 مليار دولار من أصل 3 مليارات دولار. نهاية الموجز، تفاصيل أوفات تجدونها في موقعنا على الإنترنت شروق.net. حتى الملتقى، في أمان الله.